بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، الآن تسميع الآيات من الآية الأولى حتى الآية الخامسة من سورة الانشقاق، والآن سننفذ استراتيجية الشيخ الصغير، وسنبدأ بالشيخ عبد العزيز، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. بارك الله فيك يا شيخ عبد العزيز، كنت شيخا رائعا. الشيخ أسامة النهدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت و الصوت بتاعك راح يا شيخ أسامة. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لي. جزاك الله خيرا يا أسامة، بارك الله فيك. شيخ أسامة، الشيخ منصور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت. أحسنت يا شيخ منصور. بص، وألقت ما فيها وتخلت، فخم الخاء بس شوي. جزاك الله خير. الشيخ عبد الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا عاوز أشوفك يا شيخ عبد الإله. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت وأذنت لربها وحقت. بارك الله فيك يا شيخ عبد الإله. الشيخ أحمد. شيخ أحمد. نعم أستاذ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتحلت، وأذنت لربها وحقت. بارك الله فيك يا شيخ أحمد. محمد الشهراني. شيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت فيها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت. أحسنت يا شيخ محمد، بارك الله فيك. شيخ عيسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت. أنت يا شيخ عيسى. شيخ سعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت،
وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. أحسنت يا شيخ سعد، بارك الله فيك. شيخ عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت بربها وحقت. ثاني، وأذنت. وأذنت بربها. لربها. لربها وحقت. إذا. وإذا. وإذا. الأرض. إذا الأرض مدت. وألقت. وألقت ما فيها وتخلت. وتخلت. وأذنت. وأذنت بربها وحقت. لربها. لربها وحقت. بارك الله فيك يا شيخ عبد الله. شيخ محمد العوفي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. إذا السماء. والسماء. إذا السماء. السماء. محمد. إذا انشقت. ثاني. إذا السماء انشقت. وأذنت لربها وحقت. وأذنت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت. خلي بالك من الآية الأولانية بس يا محمد. إذا السماء انشقت. بارك الله فيك. الأولية بس. أول آية بس. خالد القرعاوي فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. وإلى الأرض وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. يا وأذنت لربها وحقت. بارك الله فيك يا شيخ خالد. كفاية كفاية كفاية. سامي الصادق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا السماء انشقت وإذا الأرض وأذنت لربها وعقت. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت. بارك الله فيك يا شيخ أسامة. أحسن. شيخ فهد. أستاذ. أيوة. عادي أطلع. أيوة أطلع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أطلع روح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت بربها وحقت. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. أذنت لربها وحقت. بارك الله فيك يا شيخ فهد. صدق الله العظيم. أحسنت. شيخ أمير. شيخ أمير.
شيخ عبد الرحمن. نعم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انتظر ثواني يا أمير لما عبد الرحمن يخلص. تفضل يا عبد الرحمن. إذا السماء تشقى. إذا السماء انشقت. إذا السماء انشقت. إذنك. وزن لربها وحقت. إذا الأرض مدت. ألقت. وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت. وأذنت لربها وحقت. بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن، يا ريت تراجع عليها شوية وتسمعها لي. طيب شيخ أمير. نعم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. بارك الله فيك يا شيخ أمير. شيخ عبد المحسن تفضل. يا أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. وأذنت لربها وحقت. وإلى الأرض مدت. وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت. بارك الله فيك يا شيخ عبد المحسن، جزاك الله خير. كده الجميع سمع يا أبطال. نروح نصلي صلاة العشاء إن شاء الله. واللي ما حلش الاختبار أو غرفة النقاش أو الفيديو أو الواجب ينتهي منه اليوم، بدل ما أبعت لكم على الخاص علشان خاطر نخلص الموضوع. وفي رعاية الله.